عليكم حول اغلاق احد المدارس الخصوصيه هنا بجنوب تونس؟ لا ماشي اغلاق، لم يتم الاغلاق عمدا. انا جيت لقيت هذا الملف فوق المكتب ديالي، والحمد لله احنا في اطار التسويه ديالو. واش فهمتيني؟ كنعول عليكم ان شاء الله غادي يكون الخير ان شاء الله. لا لا، سيد رضوان الحمد لله استاذ.